تعجبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه هو الصدفة حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى قلبك صورة تحمل فكرة كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة. انتي مجنونة شي؟ ليه صرت تهددينا؟ ايه شو يعني؟ اذا انت شفتينا سوا كان فيكي تطلبي منا بشكل مهذب انه نعتذر منهم او تطلبي نعطيكي مصاري بس انتي مصرة انه بدك تكشفي الحقيقة تستاهل بريتا انه تعاني ولا تحاولي انك تساعديها خليها تضل هيك كل حياتها واذا فيكي روحي لعندها وانقذيها يلا روحي يلا قومي انقذيها ما بدك تروحي لعندها يلا قومي قومي جانكي يلا قومي كان مبين عليكي من شوي انك كتير واثقة من حالك مو هيك؟ انت تجرأتي تهددينا اطلعي لهنيك بيت كاران قريب كتير من هون روحي وخبري خبري الكل بالحقيقة اطلعي علينا اتنيناتنا يلا اطلعي شوفي شفتينا؟ روحي وخبري الكل انه شيرلين وانا ما منبعد عن بعض وانه نحن منحب بعض كمان وتأكدي انه تخبري ريشاب اوعك ما تخبريها لا تتركي حدا وما تخبريه بكل شيء ايه؟ يلا روحي روحي شو ناطرة؟ ليك بريدفي اسمعني ما تعمل هيك فيها نحن لازم فورا نقتلها تعرف؟ أنا ما فيني أشوف مرة عم تموت وعم تتعذب مو هيك جانكي؟ أنتي أكيد بتفضلي الموت على العذاب مزبوط؟ مو هيك أنتي عم تقولي؟ بريدفي عم تقول إيه؟ يلا خلينا ندعسها لحظة واحدة جانكي قوليلي أنتي عندك أمنية أخيرة؟ أنا بعرف شو هي أنت بدك إنه تكشفينا أنا آسف بس أنا اللي رح أعمل هالشي الوداع شو رح نعمل هلأ؟ رح ننطر شوي بظن إنه هذا المزعج ما رح يطول بعد ما هو يروح رح نقتل جانكي إيه؟ خلينا نستنى لك شو عم يساوي هذا هلأ؟ مدام قومي فيكي شي؟ في حدا هون؟ يا ناس صار في حادث هون يا أستاذ من بعد إذنك شيرلين لك هذا جاي لعنا نحن لازم نهرب من هون بسرعة قبل ما هو يسجل رقم سيارتنا ونوقع بورته وقتها يلا لازم جانكي. نروح مو مهم جانكي هلأ خلينا نهرب بالأول نحن لازم نروح فورا هاي المرة صار معها حادث أستاذ اسمعني أستاذ بعد إذنك أستاذ هالزلمة ما عنده إحساس هرب وما ساعد المرة صعب إنه تلاقي ناس عندهم إنسانية بهالوقت يلا مدام أنا رح ساعدك وأخذك على المشفى ماذا
ألو كبير؟ أنا آسفة عم بتصل فيك بهذا الوقت، بس بدي أسألك، إجت شي جانكي على بيتكن اليوم؟ لا ما في شي بخوف بصراحة، هي كان بدها أنه تشوفك من زمان، مشان هيك فكرت أنه هي ممكن تكون إجت على بيتكن. اسمع، جانكي إجت، أنت صار فيك تروح وتنام هلأ، بحكي معك بعدين. إيه؟ تصبح على خير. رجعت خالتي جانكي؟ ما رجعت لسه، بس كنت عم كذب على كبير مشان ما يأكل هم. بكفي إني فيقته وزعجته بهذا الوقت. لقيتوا جانكي؟ لقيتوها؟ أهلين. لا، نحن دورنا عليها بكل مكان منعرفه، بس ما لقيناها. عم قلكن إنها انخطفت، ليش ما عم تصدقوني؟ شريستي، خلص انتي سكتي، ليش عم تحكي حكي بلا طعمة هلأ؟ استني دقيقة، أنا بظن إنه هي تذكرت كل شيء، وتذكرت كيف صار الحريق بالصالة، وكيف هي انصابت. هي أكيد راحت مشان تلاقي المجرم. الشيء اللي رح أعمله هلأ إنه رح روح ولاقيها. هي أكيد بتكون ما راحت لبعيد، يعني رح روح دور. دقيقة بس، هي شو كانت لابسة وقت طلعت من هون؟ هي كانت لابسة ساري بنفسجي مع شال أصفر. أنت بتعرف كيف هي بتحط الشال، هيك لبسة دائما. ايه ماشي. شو؟ بنفسجي وأصفر؟ مين أنت ابني؟ هي مو سيارة كاران. مين بيكون كاران؟ مو كاران. أنا هلأ شفت ست لابسة نفس الثياب هدول اللي عم تقولي عنهم أنت. بتتذكر وين شفتها طيب؟ هي كانت جنب بيتي. طيب طالما أنت شفتها ليش ما حكيت معها؟ ما سألت حالك هي ليش كانت عم تتفتل هنيك؟ شبكي انتي؟ أنا كنت عم سوق. إيه؟ كاران بريتا معها حق، أنت كان لازم إنه توقف السيارة فوراً لما شفتها. يا جماعة أنا ما شفت وش هديك الست، بس شفت ظهرها، فكرت إنه هي ما عندها مكان تروح عليه، كان شكلها ضايعة وكانت عم تدق على السيارة. أنا ما عم أفهم، أكيد في شي غلط، شو أخذ خالتي لهنيك؟ وشو كانت عم تعمل؟ وين اختفت؟ يعني معقول يكون عن جد في حدا خاطفها؟ استنوا دقيقة، يمكن الخالة جانكي كانت عم تحاول توقفني إلي. مو معقول كاران، خلينا نعمل شي، خلينا نروح لمحل ما شفت جانكي. أنا متأكدة إنه رح نلاقيها هنيك، خلينا ندور عليها. أنت جيب السيارة ونحن رح نكون برا خلال دقيقة واحدة. إيه؟ يلا تعالوا بسرعة. يلا يلا. على مهلك. هلأ بنسألهم. عفواً إذا سمحت. أي. لحظة، هي مبينة إنه حالتها كتير خطيرة، أنا بتمنى لها تتحسن بسرعة. الدكتور لو سمحت. خلص خلص، بعدين سباني. بعدين سباني. إيه أمي، قولي لي أمي، أنا يمكن أتأخر شوي، أنت لا تنطريني على العشاء، تعشي بدوني وفوتي نامي، أنا رح أجي بعدين. إيه تمام. إيه هلأ رح نبعد. هاي الست اللي جوا خسرت دم كتير، صعب انها ترجع تفيق، وانا ما بظن انه هي رح تضل عايشه. اسمع شو بدي اقول لك، حاول تتصل بعائلتها، لازم يكون معنا وراقه موقعة منهم، والا هن رح يحطوا اللوم علينا انه نحن مو مهتمين. يلا عجل بسرعه. تفضل. يلا هدار. شكرا. انا جبت هالست لهون على امل انه هي رح تعيش، بس الدكتور عم يقول انه حالتها خطره، هي ما رح ترجع تستعيد وعيها، وانا ما بعرف شيء عن عائلتها، شو لازم اعمل هلا؟ هدول العالم رح يطلبوا مني انه ادفع التكاليف، وانا ما في بجيبتي مصاري بنوب، والشرطة رح تستجوبني. أنا فعلاً عملت كتير شغلات مشان هالمرة، هلأ أنا بظن أنه لازم أروح قبل ما حدا يشوفني. شيرلين، قولي لي شو صار؟ ليش متضايقة؟ شوفي بنو، نحنا هربنا دغري لأنه عن جد خفنا، بس كأنه نحنا عملنا غلطة كبيرة كتير، قصدي نحنا كان لازم أنه نخلص الشغل وما نتحرك لنتأكد إذا جانكي ماتت أو لا. شو هاد اللي عم تقوليه شيرلين؟ جانكي أكيد بتكون ماتت بعد الشي اللي صار اليوم، وثقي فيني. اهدي يا حلوتي، لا تخافي منو. شو صار هلا؟ بنو لو سمحت، فينا نروح ونتأكد إذا جانكي ماتت أو لساتها عايشة، لحتى أنا أكون مرتاحة، كرمالي خلينا نروح لو سمحت. بريد في يلا. طيب ماشي، كرمالك هالمرة، نحن رح نروح لهنيك ونشوف جثة جانكي، بس نحن رح نشوف جثتها من بعيد. وأنا عم قلك بيع الخضرة هداك أكيد بيكون تركها وهرب دغري، أنا متأكد. موافقة.
يلا بريت شريستي انزلوا من السيارة. يلا أمي. شريستي دوري هنيك ونحن مندور هون. حاضر أمي، رح دور بهديك ماشي. الجهة عفوا أنت شفت شي ست لابسة ساري بنفسجي وشال أصفر بهي المنطقة؟ مرحبا يا أخ، نحن ما لقيناها. وأنا ما لقيتها. أنا سألت الكل ما حدا شافها. طيب أنا رح أتصل بريشاب أسأله إذا راحت لعنا على البيت. ايه كارهن، لساتك عم تدور على الحلو بالمطبخ؟ ما نمت لسه. بدي اسالك سؤال، اجت الخاله جانكي لعنا؟ خالتي جانكي؟ ما بعرف، لازم اتاكد شو صار. صراحه انا ماني بعيد عن البيت، انا والخاله سارلا وبريتا وشريستي عم ندور على جانكي. كارهن شو صار؟ ليك اخي، الخاله جانكي مو مبينه ومو اخذه موبايلها معها. شريستي خبرتني مشان هيك انا اجيت لساعدهم، بس انا شفتها جنب بيتنا وجبتهم كلهم لهون. نحن قريبين من بيتنا بس ما قدرنا نلاقيها، مشان هيك أنا فكرت إنه أسألك إذا راحت لعنا. كاران ما في حدا هون، انطرني جاي لعندك فورا. إيه طيب ماشي، ريشاب جاي هلأ رح يساعدنا. ابن ريشاب لوين رايح؟ أنت لساتك فايقة؟ عمتي بتعرفي وين خالتي جانكي؟ قصدي إنه هي اجت شي لهون؟ قلي شو مشكلتك ريشاب؟ ليش لحتى تيجي هديك المرة على بيتنا بهالوقت؟ الحفلة خلصت من زمان وكل عيلة أورورا راحوا على البيت تبعهم، هديك المرة بتكون ببيتهم. عمتي كارينا اهدي، هي اختفت. كاران هلأ حاكاني وخبرني والكل الآن لأنه هي ما نام بيني، هذا هو السبب. شو؟ جانكي اختفت؟ ريشاب إذا جانكي اختفت نحن لازم نروح على بيت سارلا، لازم نساعدها إنه تلاقي جانكي. ما بيصير أمي أنا رايح مشان ساعدهم. ريشاب ابني هاي مانا قصة كبيرة، ليش محملة كتير؟ فهمني ليش لحتى تروح لهنيك بهذا الوقت؟ عمتي كارينا خلينا نتناقش بهالشي بعدين، أنا لازم إنه روح لهنيك هلأ. أمي أنا رايح. ريشاب استنى أنا رح أجي معك. أنت ما لازم تجي معي، أنا رح روح وبخبرك شو بيصير. ماشي أمي؟ نامي منيح. دقلي ريشاب خبرني شو بيصير معك. أصحك تنسى دقلي. إيه ماشي أمي. كاران دورتوا عليها بهديك المنطقة شي؟ دورت عليها هنيك بس ما لقيتها. بصراحة ريشاب خالتي جانكي اختفت فجأة ونحن دورنا عليها بكل مكان بس ما قدرنا انه نلاقيها وما بنعرف شو ممكن يكون صاير معها. انا بتوقع انه هي تذكرت كل شي صار معها، يعني من ضمن هالشغلات الحريق اللي صار بصالة الأعراس، يمكن مشان هيك هي. بالأول نحن فكرنا انه هي راحت لعند الشخص اللي عمل الحريق بالصالة. بتعرف انا شو عم فكر؟ بظن انه هي رجعت تذكرت شيء كانت بدها تخبرنا اياه، مشان هيك طلعت من البيت. انا عم اقول هيك لانه انا شفتها قريب من بيتنا قبل شوي. هي اذا كان في عندها شيء مهم بدها تقوله كانت بتقدر انه تخبر عيلتها. لا ممكن انه هي كان بدها تخبرنا قلنا بهالشيء بالاول، قصدي يمكن يكون هالشيء متعلق بعائلتنا. انا بظن انه كاران معه حق، جانكي بتكون رجعت تذكرت شيء مهم، هي اكيد بتكون تذكرت مين كان السبب ورا هذا الحريق اللي صار وقتها بالصالة، وفكرت انه لازم تخبركم بهالشي بالاول، مشان هيك هي راحت على بيتكم أيه. بنص الليل لحتى تخبركم شو صار معها. اكيد ايه، بس شو بتكون تذكرت مين الشخص اللي هي كانت بدها انه تحذرنا منه؟ لازم نعرف هالشي، كتير بحير. شارلين بشو عم تفكري؟ آه؟ كل شي عم يمشي مثل ما نحن مخططين، يعني ما في شي بيخوف أبداً. ليش متشائمة؟ ما عم بفهم. أحياناً أفكارنا السلبية بتتحقق إذا ضلينا نفكر فيها، لهيك لو سمحتي حاجة تكوني سلبية. أنا ما فيني ساعد بهالشي. أنت ما بتعتقد إنه نحن عملنا غلطة كبيرة اليوم؟ هداك الزلمة بلش يصرخ وطلب النجدة دغري بعد ما شاف جانكي مرمية على الأرض، يعني ما سمعته؟ ونحن تركنا جانكي مرمية بالشارع بدون ما نتأكد إنه هي ماتت أو لساتها عايشة، يعني مبسوط؟ ليكي أنا بكره هالعادة فيكي، ما كنتي تعرفي تبطليها؟ عن جد بكره. نحن ما قررنا إنه نروح ونتأكد إذا جانكي ميتة ولا لا، صح؟ بعرف، بس أنت شفت ما كنا رح نواجه هالوضع لو إنه خلصنا الشغل قبل ما نمشي. نحن ما رحنا لهنيك مشوار، مو هيك؟ نحن رحنا لهنيك مشان نقتل جانكي. أنا ما كنت بعرف إنه بياع الخضرة هداك رح يطلع لنا فجأة ويخرب كل شيء. نحن كان لازم نتخلص منه كمان، ما كان لازم نتركه، كان لازم نقتله وما نخليه ياخد جانكي على المشفى وينقذ حياته لهي التافهة.
على فكرة القتل ما أنا شغلتي منهم، ما فيني ضل هيك عم بقتل العالم. أنا بس بتخلص من العالم اللي بيوقفوا بطريقي وبيحاولوا ينزعوا لي خططي. أنا هدول العالم اللي بقتلهم، ما حدا تاني. بياع الخضرة هداك ما سبب أي مشكلة، مشان هيك أنا ما رح أقتله له. إيه هو ما كان سهل إنه تقتله، بركي حدا شافك وأنت عم تقتله وراح بلغ فوراً الشرطة، وبركي هو قدر يهرب وراح كمان هو اللي عند الشرطة لحتى يبلغ عن شكوى ضدنا ولا يعطيهم رقم السيارة تبعنا. كتير منيح، يعني أنتي وأخيراً عم تحكي حكي منطقي وبينسمع. هلأ فهمتي قديش كان ضروري إلنا إنه نروح من هنيك فوراً؟ أي استعجل. معقول تكون اتخفيت؟ شو هاد؟ شبك لف السيارة بسرعة بونو، وطفي المحرك وكمان القضوية، وإلا هلأ رح ينتبهوا لنا. يلا رجع فورا. ماشي ماشي يلا يلا. أنا خايفة. يلا بسرعة طفي المحرك فورا. شو اللي عم يعملوا ريشاب وكاران مع بريتا وعائلتها بهذا المكان؟ خلينا ننزل لتحت ونتخبى، بركي حدا منهم انتبه علينا وشافنا. لك شو عم تقولي شارلين؟ هن نبعد عننا ما رح يقدروا يشوفونا، مستحيل نبين عليهم. ماشي بس الشي اللي أنا لازم أعرفه هلأ، هن شو عم يعملوا بهالمكان هاد؟ قصدي معقول يكونوا لأول جانكي وساعدوها؟ ممكن تكون جانكي بسيارة كاران أو ريشاب، أو يكونوا يمكن يكونوا دقوا للدكتور مشان يجي يساعدها لجانكي. مو معقول كل شي كان عم يمشي تمام لحد ما هن إجوا. ليه؟ إذا هنن واقفين هنيك وبعد عنا، كيف نحنا بدنا نعرف بشو هنن عم يتناقشوا؟ معك حق، ضروري إنه نعرف بشو عم يتناقشوا. إيه أنا رح روح لهنيك، رح روح لهنيك وأتسمع عليهم. لا 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 لا، لو سمحت ما تتركني هون لحالي، خلينا نعمل شي واحد، خلينا نروح من هون. شغل السيارة بدون ما تشغل القضوية، ما حدا رح يعرف إنه هي سيارتنا، نحنا لازم نروح من هون. شارلين ما فينا نعمل هيك، هلأ ضروري بالنسبة لإلنا إنه نعرف شو صار مع جانكي وين بتكون. إذا هي بسيارة كاران أو ريشاب لازم نعرف إذا جانكي ميتة ولا عايشة. هي من المستبعد إنه تكون عايشة، يعني شفتي بعينك شو عملنا نحن فيها. أنا واثق إنه هي بتكون ماتت، وأنا ما رح أسمح أبداً لكوابيسك هدول إنه تتحقق. ماشي؟ كتير مهم بالنسبة إلي إنه أعرف وين جانكي. عم تفهمي علي؟ وأصلاً إذا كانت جانكي ميتة ما حدا رح يلومنا على قتلها، لهيك كتير ضروري بالنسبة لإلنا إنه نعرف شو عم يصير هنيك. لك أنا رح روح وأتأكد. لا بركي شي حدا شافك منهم. لك ليش أنتي؟ اسمعي شارلين أنا عندي فكرة كتير ذكية. بس لا لو سمحتي اسمعيني، أنتي خليكي قاعدة هون بهدوء ولا تتحركي، وثقي فيني وكل شي رح يكون تمام. في شي ما عم افهمه، اذا خالتي جانكي راحت على بيتنا ليش هي ما وصلت على بيتنا؟ انا حتى ما شفتها بالطريق وانا جاي لعندكم لهون. هذا يعني تماما ريشاب، في شي صار مع خالتي جانكي لما هي كانت بهالمنطقه، بقصد بين بيتك وهالمكان، لازم نعرف شو اللي صار. انا ما عم بفهم ليش ما وصلت على بيتكم لهلا، شو ممكن يكون صاير معها؟ انا عم بسال حالي شو وضع جانكي، بتمنى تكون منيحه. امي لو سمحتي خلص طولي بالك رح نلاقيها. بس وين هي هلا؟ انا بظن انه عنا بس خيار واحد، لازم نروح على مركز الشرطه ونقدم بلاغ عن اختفائها لخالتي. أيه. جانكي. ايه ماشي بعد اذنك. ها ايه استاذ خدو، انا عندي شالين غيره، بدك كمان هدول؟ لا لا ماشي الحال. استاذ خود الشغلات تبعنا كمان. هاتهم لكتريك. انا بشوف الاحسن انه ما نخبر الشرطه وبلا ما نضيع وقت، يعني نحن بنروح مندور عليها ومنلاقيها. كاران الافضل انه نخبر الشرطه، لانه هي شغلتهم وهن بيلاقوها اسرع منا، بيعمموا صورتها واوصافها لكل المراكز، وهيك بتصير فرصة إنه يلاقوها أكبر، لأنه نحن ما بنعرف وين بدنا ندور عليها أصلاً. شبه ريشاب معه حق، صح الأفضل إنه نروح نخبر الشرطة. مزبوط. إيه بس المشكلة هلأ هي إنه نحن حاسين إنه خالتي جانكي ما ضاعت وإنه في شي صار معها، وما فينا نقدم بلاغ عن شخص مفقود إلا بعد 24 ساعة من اختفائه. إيه؟ لهيك ما فينا نخبر هلأ، فخلونا ندور لحالنا. معقول؟ منحاول كل جهدنا إنه نلاقيها بدون الشرطة. إيه؟ حلو هالحكي،
هذا الكلام بيعني انه هن لسه ما لقوا ولا جانكي. ممتاز، ماشي. يلا بريتا تعالي معي. وانا يلا كمان جاي معك. يلا يلا. امي يلا على الطريق. يلا. اتاخرت شوي، لقيت ست عامله حادث على الطريق قبل ما اوصل على البيت بشوي. ضربتها سيارة وكانت واقعة على الأرض. إيه أمي أكيد أنا ساعدتها. إيه أمي طبعاً نقلتها على المشفى. مو معقول، شو هالحظ؟ لك هذا الزلمة نفسه اللي ساعد جانكي، شو اللي جابه لهون هلأ؟ مو وقته منوب؟ شو هاد؟ معقول يعرفوا إنه هو عم يحكي عن جانكي؟ ممكن يسألوه؟ وقتها رح يعرفوا. يلا جاي على الطريق انا. لحظه يا اخ، استنى وقف وقف استنى شوي. يلا ما صار راجع شوي، عم تقول انك يلا بشوفك كبير. وينها يا اخي؟ عن مين كنت عم تحكي؟ نحن من شوي سمعناك انه انت شفت ست كبيره وضربتها سياره. وين شفتها؟ اسمعني، وينها هي؟ كنت عم تقول انه في ست صار معها حادث، شايفه دم على ثيابك. قلنا شو يلي صار فيها؟ ايه احكي. لكن احنا كنا عم ندور عليها هلا. هي بتشبهك حضرتك كاران لوترا؟ ايه هو. انا هو بقصد بشبهه. إذا بتريد هلأ مو وقته هذا الحكي. اللي شو صار مع الست؟ الحادث كان قوي شي؟ تتذكر شو كانت لابسة؟ ساري بنفسجي شال أصفر. استنى استنى، أنت شفت الحادث بعيونك شي؟ إذا سمحتوا اسمعوني. أحكي. أنا ما شفت الحادث، كنت ماشي وهي كانت على الأرض ومعباية دم. إيه وكان في سيارة هنيك، وأنا طلبت منهم أنه يجوا يساعدوني بس هنن ما ردوا وهربوا. وبعدين انا اخذتها على مشفى قريب هنيك وخليتها تتعالج. إيه المشفى مو كثير بعيد. اي مشفى؟ عم اقول لك هون مو بعيد. وشو اسمك؟ انا رح ادور على الانترنت. استنوا لحظه. كريست كير. ايه هو مشفى كثير وقريب من الكليه. إيه هنيك. طيب إيه حدا معه الرقم؟ انا بعرف انا عرفت هذيك المشفى اللي انا اخذت ستي عليها، تذكرتها. إيه معي الرقم، معي الرقم. انت كاران لوترا مو هيك؟ لو سمحت رجاب خليني انا احكي. ماشي لو سمحت، خذ هدول المصاري. يلا شكرا. ألو عفوا، بدي استفسر عن حدا. أنا الدكتورة بريتا أورورا. في قبل شوي جابوا لعنكم ست تعرضت لحادث بالسيارة. هي ست إيه قصيرة شوي، وكمان كانت لابسة ساري بنفسجي. جابوا لعنكم ست بهي المواصفات؟ يعني هي عنكم هلأ؟ إصابتها خطيرة شي؟ طمنيني عن وضعها. بأي جناح هي هلأ؟ قليلي، نحن جايين لعندها، بس قليلي وين؟ شو قالوا؟ لحظة شوي، انتي متأكدة من اللي عم تقولي لي اياه؟ بريتا انتي متأكدة انه هي؟ ايه قصيرة شوي. شو عم بيقولوا بريتا؟ طيب لو سمحتي تأكدي مرة تانية. شو قالوا لك بريتا؟ فهمينا بدك احكي بقى. قلي لي جانكي بخير. شو احكي؟ امي قالوا لي. شو؟ قالوا لي انها هي ماتت. شو؟ شو هاد اللي سمعته؟ جانكي ماتت؟ حلو كتير. مرق وقت منيح ولهلأ رشاب ما اتصل. ما خبروني إذا لقوا جانكي أو لسه. يا ترى شو اللي عم بيصير ببيت أرورا هلأ؟ طيب شو المفروض أعمل؟ أنا متوترة كتير وما رح أقدر نام إذا ما اطمنت عليها. أحسن شي بعمله إنه فيق ماهيش وخبره بالقصة. ماهيش اصحى، في موضوع خطير ولازم قلك عليه فورا. شو ما نمتي لسه؟ انا ما قدرت نام بعد ما عرفت انه جانكي مو مبينه، اختفت بنص الليل. عن جد؟ ايه. طيب ليش ما خبرتيني من قبل؟ ومين اللي خبرك؟ ريشاف خبرني قبل شوي بالقصه، وانا خايفه كتير على جانكي وما بعرف شو اللي لازم اعمله. طيب ليكي خلينا نروح على بيت اورورا. ماهيش ما بظن انه في داعي نروح لهنيك. ريشاف وكاران راحوا لعندهم ليدوروا على جانكي. راكي كان لازم تقولي لي هالشي من الأول، أنتي مو معقولة. لك بريتا هي ما ممكن. خالتي سارة لو سمحتي قولي بعد شوي. ما بيصير هيك، ما سكي أرجوكي خالتي. طولي بالك. بترجاكي أمي لا تلكي وتنهاري، طولي بالك شوي كرمالي أمي. لازم تضلي قوية مشان عيلتك، المفروض أنتي تواسيهم ما؟ خالتي ليكي إذا أنتي نهارتي بريتا وشريستي مين هو اللي بده يقويهم؟ شدي حيلك. إيه يلا يلا خالتي. شو خلص؟ ايه امي
خالتي طولي بالك. بريتا بريتا حاج تبكي، دموعك ما راح ترجعها لجانكي، فهماني؟ لك تعرفي انك بتصيري بشعة كتير لما بتبكي؟ إيه لا تبكي خلاص بكفي. انت مجنون وبلا احساس. ما سمعت شو قالوا لي؟ خالتي جانكي توفت، فهمت هالشي؟ يعني خلص ما بقى في جانكي يا كاران. لك انت مستوعب بشو عم تمر امي؟ ولا الان بس مشان شكلي سبعان حالك؟ شو عم تحكي؟ ريشاب خذها من وشي لو سمحت. بريتا بعرف بانك زعلاني هلا، بس انا عندي طلب لو سمحتي. كاران ما بيقصد. انا ماني حلوه، انا بشعه وكثير كمان، ماني بحاجه لاعرف هالشي منكم. انا بعرفه لكاران منيح، هو ما بيعرف يعبر، بس لو سمحتي انت ما تفهمي غلط، هو حساس وقلبه طيب كثير. انا بفهم قديش انت زعلانه بسبب موت خالتي جانكي، بس تاكدي انه كاران زعلان مثلك كمان، صدقيني هو ما عرف يعبر لك. لما بابا صار معه جلطة، كاران كان صغير وكان مدمر، كان طول الوقت عم يبكي ودموعه عم تشر، وبهداك الوقت ما كان عنده حدا يواسيه. هو بده يقويكي، ما استعمل الكلمات الصح، بس إذا بتفكري منيح أنت رح تعرفي إنه هو ما قصد إنه يجرحك، بالعكس هو وقف معك. هو قال ما تبكي أنت بتبيني ما حلو، بما أنك البنت الأكبر للست أورورا والأخت الكبيرة لشريستي فهي مسؤوليتك أنه تهتمي فيهن، أنت قدوتهن وما فيك تنهاري، ما فيك تكوني ضعيفة هلأ، أنت لازم تقويهن ودموعك هي اللي رح تضعفهم. لو سمحتي خليكي قوية يا بريتا، هذا يلي قصده كارا. بريتا لما أبي صار معه جلطة أنا كنت بالجامعة، وعلى عكسك بريتا ما كان في أي حدا عندي مشان يواسيني ويقويني باللي عمر فيه. أنا بتمنى لو كان في حدا جنبي بوقتها مثل ما عم نساندك هلا. ضليت شهرين لعرفت انه امي وكاران كانوا بحاجة لإلي لانه ما حدا فهمني هالشي، بعدين انا واسيت عيلتي واهتميت بالكل، بس انا ما كنت هون مع عيلتي لما كانوا بحاجتي، ومثل الكل انا كمان ضليت زعلان، بس هذا الشي ما حسن الوضع ابدا، يعني ما غيرت شي. مشان هيك انا عندي طلب صغير منك، بانك ما تزعلي من كاران، بعرف قديش هو حساس، دائما بيضمني وبيبكي. في اسلوب لتعبر عن اللي جواتك، ايه؟ انت اكيد معك حق ريشاب، انت شاب كتير فهمان وواعي، واكيد كمان بتعرف تماما كيف تتصرف في مثل هيك مواقف صعبة، بس نحن ما لنا مستوعبين هذا الشيء اللي صار. ما تحكي هيك خالتي، كوني قوية وخلينا نروح على المشفى ونشوف الامور، ايه؟ خلينا نروح، وانت جيب بريتا. يلا داي. يلا امشي يلا. ما رد عليك؟ لا، بس اذا ما رد هالمرة انا رح اتصل ببريتا فورا، رح اجرب اخر محاولة. طيب دق له. الو الو ريشاب. الو ايه امي. ريشاب اللي لقيته جانكي؟ طمني ابني هي منيحه وامورها بخير. امي شبك متلبك هيك؟ ابني جانكي منيحه؟ شو اللي شو اللي صاير معكم بالضبط؟ الخاله جانكي توفت. ركي شو صاير؟ شو صاير قولي. ايه امي بحكي معك بعدين. ماشي سلام. شو اللي صار راكي؟ خطف لونك، احكي شو في؟ انا مو مصدقة ابدا اللي قالوا هلا. لك جانكي ماتت ما هيش. راكي تمالكي اعصابك حبيبتي. بريدفي نحن ليش هيك ناطرين هون؟ اسمعي حبيبتي، كاران وريشاب رح يمروا من هون، لهيك انا ناطرهم بدهم يروحوا على المستشفى. شو؟
شفتي؟ مرقوا، رايحين على المستشفى. بريدفي، قلي شو الشيء اللي انت عرفته؟ شو رح يسووا؟ روقي، صبري شوي، رح قلك كل شيء بالوقت المناسب، ايه؟ بس شارلين رح تنصدمي لما تسمعي هالأخبار، ماشي؟ بس انتي صبري شوي. كأنك رايح ورا هون على المشفى؟ فيكي تصبري شوي، أنا رح فهمك، بس طولي بالك علي. احكي، يلا. شبك لو سمحتي عطيني شوية وقت تصبري، أنا رح أقلك كل شي وبالتفصيل كمان. فهمني لوين رايحين؟ لك كاران وريشاب ما راحوا من هالطريق. انتي ما فيكي تصبري منوب. انزلي يلا، لك انزلي من السيارة يلا، لا تخافي. بس يلا رح قلك كل شي. لو سمحتي انزلي من السيارة يلا. انطريني لحظة. كأنه نحن واقعين بمشكلة كبيرة بريدفي، وحضرتك ولا كأنه هامك. حياتي ليكي، بمجرد ما أنت تسمعي الخبر أنت رح تنصدمي ورح تحتفلي معي كمان، لأنه الخبر رح يفرحك ويطير لك عقلك كمان. تفضل. شارلين، الخبر هو جانكي ما عادت عايشة، جانكي هلأ ميتة. شو قلت؟ ايه عن جد؟ شلون عرفت؟ فهمني. أنا سمعتهم وقت حكوا مع المستشفى وخبرون هالخبر الحلو، وجسد جانكي حاطينا بمشفى كريست كير هلأ، يعني هلأ نحن خلصنا من جانكي وما عاد في حدا يهددنا، فهمتي علي؟ يعني هي راحت هلأ وانتهت. لك أنا ما عم صدق. لكن يلا خلينا نحتفل. شو رأيك؟ شكراً لك. ألو، مستشفى كريست كير؟ تفضل. عفواً. لو سمحتي نحن كلنا مع بعض. أنا الدكتورة اللي اتصلت فيك قبل شوي. قلتي لي إنه الست اللي لحنا عم نسألكن عنها توفت وبدنا. إيه يلا. ساجن؟ نعم. خدنا على المشرحة. هاي كل الوراق من هون. كمل أستاذ. تفضلوا معي. تماماً، هذا هو. تفضل. تفضلي. تفضل أستاذ. هي هي الست اللي عم تدوروا عليها حضرتكم؟ طلعي شريستي؟ بس لا، هي مانا الست اللي نحن عم ندور عليها. كيف يعني؟ لك هي مو جسد خالتي جانكي، انت عم تورجينا الجثة الغلط، مو هي هي. لا مدام، هالشي مو ممكن، انا متأكد، لان اليوم ما في غير ست وحدة ماتت عنا بالمشفى وهي هي. بس هي مانا الست يلي نحنا كنا عم ندور عليها. بس هذا بيعني انه خالتي جانكي لساتها عايشة. امي، خالتي جانكي لساتها عايشة. اعطيني موبايلك شريستي. يلا ورجيني. طلع، نحنا عم نسأل عن هي الست. هي دخلت لعنكم اليوم شي؟ هي اللي عم تحكوا عنها؟ هي هي الست. ضربتها سيارة. تعالوا خلينا نسأل الموظفة برا. يلا. هي كان ممكن انها تفضحنا بس ماتت. ممتاز، واخيرا ما بقى في اي شي يهددنا. انا كتير مبسوطة، حاسة حالي طايرة من الفرح. لك ما عم بعرف عبر عن فرحتي فنو. انا مبسوط كتير لانك انت مبسوطة كتير، وبتعرفي كنت ناطر هالضحكة، اللي زمان ما شفتها على وشك. هي أحلى مفاجأة، أنا بحبك. وأنا بحبك كتير، هالشي بس كرمالك. المجنونة جانكي كانت أكبر خطر علينا، وهي خلصنا منها، وهلأ نحن صرنا بأمان، مو هيك؟ الشخص اللي كان عم يهددنا خلص انتهى. أنت استني وشوفي. وبتعرفي مين رح تكون ضحيتي الجاي؟ مين؟ قلي. كاران، ريشاب، بريتا وشريستي.
صدقيني بكره بتشوفي كيف بدي اخرب لهم عيشتهم. بدي اشفي غليلي فيهم وما رح ارحمهم منوب. لسه بدي دمرهم كلياتهم وما رح انيهم بعيشتهم. استني وشوفي. انا واثقه فيك اختي. استني لحظه. طيب ممكن تكون خالتي جانكي رجعت على البيت مثلا؟ شريستي هالشي مستحيل. لا، لانه زلمه قلنا انه خالتي صار معها حادث ونسفت دم كتير، ما بتوقع انها ترجع على البيت وهي بهي الحاله. انا بتوقع انه كانت جايه لعنا وكانت بدها تقلنا شيء ضروري. يمكن تكون تذكرت شيء بيتعلق بيوم الحريق وكان بدها تخبرنا عليه. اكيد بده يكون شيء كتير ضروري والا ما طلعت بهذا الوقت. انا بس بتمنى انه هي تكون بخير. خلونا نمشي. انا عن جد اسفه مدام، يبدو صار في خطا. هي الست عايشة عم تتعالج عنا هون بالمشفى. ومتأكدة من كلامك؟ ليكي مدام، لحظة، انتي لما اتصلتي فينا كان في كتير عالم هون، كان في عنا مصابين بحادث خطير، وعالعجقة عطيتك يمكن معلومات بالغلط. عن جد انا اسفة كتير يا مدام. بس هالاعتذار ما أنه مقبول بالمرة. على كل حال قلي لنا وين خالتي جانكي هلأ؟ هي بجنب الطوارئ بالطابق الأول على اليمين. يلا خلونا نجاوب. شكراً لك. لازم تكمل هدول الإجراءات إذا ممكن. تفضل أستاذ. أكيد. إيه. لحظة شوي، شو بدك؟ معقولة أنت؟ شايفتينا رايقين لنعبي ورق، مو شايفتينا قديشنا خايفين؟ هلأ وقت الحكي الفاضي؟ كاران، خلصنا بقى، روق شوي. إيه بس يا سيد لوترا، كاران معه حق، هي ما عم تقدر ظرفنا بالمرة. اسمعيني منيح، أنت لازم تشغلي عقلك وتقدري. أخي ريشا، شكراً كتير إلك. هذا واجبي. إيه؟ يلا تفضلي. شكراً إلك أستاذ. ولو يلا. شكراً عشو. أنت يا أخي بتاخد العقل. مين بتكونوا؟ دكتور، نحن أفراد عائلتها. دكتور مطلوب على العناية المشددة. تفضل. يلا. قولي لشوف. شوفي داعي تطلعي من البيت بهذا الوقت المتأخر؟ مي شو؟ هي ما بدها ترد علينا. كان لازم تخبرينا إنه بدك تطلعي، بس أنتي طلعتي من البيت حتى بدون ما تخبرينا. تعمل اللي براسها بدون ما تخبر حدا. وما بتقول في حدا بخاف عليها وبيقلق كمان. وما بتعملي لنا أي أهمية يا ست جانكي. بدك تضلي قلقتينا لنا ساعات عم نفتل وندور عليكي بالشوارع. تركناكي نايمة ورحنا لننام ونرتاح بالبيت. وانتي شو عملتي؟ رحتي طلعتي من البيت وبدون ما تخبرينا. تركتينا أنا وبريتا وشريسي قلقانين عليكي هيك. كنا عم ندور عليكي. لك بتعرفي شو؟ حتى ريشاب وكاران اجوا معنا، طلعوا من بيتهم ليدوروا عليكي. انتي زعجتي الكل وطالعتينا كلياتنا مثل المجانين ندور عليكي بالليل. ليش ما عم بتقولي أي كلمة؟ اسمعيني، أنا ما رح سامحك بس لأنك ساكتة وما عم بتردي علي. طلعي فيني. على شو عم تطلعي؟ جاي على بالي موتك. عم تفهمي هذا الشيء؟ انت مفكره انه نحن رح نسامحك على الشيء اللي عملتيه فينا؟ وانت فهميه انه ما رح نسامحها ابدا. بالمشفى ما بيصير هيك. خلص روقي روقي، اذا بتريدي طولي بالك. خلص اني مو ناقصه. اذا بتريدي روقي، اذا بتريدي لو سمحتي امي، اذا بتريدي مو شايفتي يا صدقيني هي مو ناقصه. قليلة هي ما بتقدر تعمل شو ما بدها بدون ما تخبر حدا. طولي بالك شوي يا ماما. خلص. انتي ما عندك فكرة بالشي اللي مرينا فيه. جانكي قديش نحنا كنا خايفين. انتي ما بتعرفي قديش نحنا منحبك. صح انتي بتشتغلي ببيتنا، بس انتي فرد من هاي العيلة وانتي واحدة منا. عم تفهمي يا جانكي؟ لك شو بدي لك؟ انا وبريتا وشريستي كنا لك انا بحس بالالم من اي شغله صغيره ممكن تصيبكم. يعني بخاف عليكم وما فيني بلاكم. عم تفهمي؟
وحتى بيجي هي نايمة بالبيت ما بتعرف شو اللي صاير معك هلأ. لك هلأ شو اللي رح يصير لها بس تعرف هالشي. ماما حاج إذا بتريدي رح تزعل لأنه نحن كلنا منحبك يا جانكي. أنا ما رح سامحك أبدا اللي عملتي فينا يا جانكي. ما رح أقدر. عم تفهمي أنت تعبتيني كتير. أنا بحبك يا جانكي وبخاف عليكي صديقي. بس أنا ما رح سامحك ماما. أبدا ما رح سامحك. منيح أنه لقيناها عايشة. صدقيني ماما بكرة بتتحسن وبترجع بيناتنا مثل الأول. أمي خالي جانكي خالتي انتبهي شريستي. بتعرفي قديش منحبك ما؟ بتعرفي لقيناكي هون أخيرا. كنا عم ندور عليكي مثل المجانين. قلبي كان رح يتقطع لو شفتك. كنت قتلتك وخلصت عليكي على الأخير. قتلتك قتل. شو بك؟ انتي جنيتي؟ شو قصتك؟ لك هذا ما أنا وقت المزح تبعك هلا. لهيك بلاها الحكي الفاضي. اسمعي اختي هذا الشي بيني وبين خالتي جانكي. بعدين مو أنا الصغيرة والمدللة فيني إلا شو ما بدي. مو هيك خالتي؟ وبعدين لا تنسي كنا خايفين كتير بسببها. شو ما فيني صرخ عليها؟ خالي جانكي أنت منيحة؟ أي خالتي احكي لنا شو هو السبب الضروري اللي خلاكي تطلعي من البيت بنص الليل؟ أنا بعرف. أكيد أنت تذكرتي شيء مهم. شو هو؟ ردي علي خالتي لو سمحتي جاوبيني. والعمر بيمضى وحده الحب بيرجع.